رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين وفقرتنا الثانيه مع مصممه الهاند ميد دعاء علي. اهلا، صباح الفل. صباح النور يا ايه علي. الحاجات الحلوه دي؟ دي حاجه بسيطه والله. إيه؟ طب ايه يعني انا ايه الجمال وايه الشياكه؟ بس انا بحب وبشجع الهاند ميد. ما تبصي في اي حاجه بقى، كل شيء، اكيد. لبس، اكسسوارز، اي حاجه. انا بحب الدماغ العاليه وشكلك كده دماغك عالية. رايقه شويه. محتاجة روقان؟ اكيد، عشان تطلعي حاجه انت منك لنفسك محتاجه روقان، وشايفة انت ما مش شاء الله الوان ودماغ وتكنيك وفن وصح؟ انا بحب الالوان وبحب احطهم مع بعض واطلع حاجات تعملي جديده. ماتشنج والحاجات دي. بيطلع اصلا الوان خريجة جديده. ايه يا دعاء؟ انا لسانس حقوق. وايه اللي دخلك في الموضوع؟ بصي، انا جيت فتره كده قعدت بقى في البيت من الشغل، كنت لسه جايبه ابني ياسين. ربنا يخليك. ميرسي. كنت فاضيه وانا اصلا بحبه من الاول خالص، فقررت ان انا انزل بتحبي اتعلم. الهاند ميد، بحب الكروشيه؟ الكروشيه. هو مامتك بقى ولا؟ لا لا لا، يعني خالاتي ممكن، كان بس بسيط برضو، مش يعني انت لقطتيها كحاجه انا حبيتي انك تدخليها صح؟ بالظبط. فقررت ان انا اتعلم بقى. نزلت شويه كورس كده بس كان صعب علشان بيبي بقى ما وزن عرفتيش وكده. تكملي؟ معرفتش اكمل الكورس قوي، فبدات بقى اكمل من على اليوتيوب. واتعلمت من على اليوتيوب؟ الباقي كل، بس الاساسيات كلها كانت كورس. الصراحه صعب ان انت برضو عشان تجيبيها من تشوف الابره وبتتركب صح؟ وهي تقول لك برضو اعملي، لازم بصراحه. بس وبعدين بقى بدات اشتغل شويه لاولادي. انا عندي ولدين، ياسين وانس. ربنا يخليهم. ميرسي، ربنا يخليك. وما شاء الله انت كاتبه عائش، دي عائشه بقى بنتي الجديده، دي صغنطوطه ده سنتين اللي قد كاتبه كده. بيها الهاند ميد بقى. ايوه. دي هتعمليها براند. احنا عاملين اسم الجروب باسمها وكله. انت معروفه على الجروب والفيس ما شاء الله. واتس وفيس، عندي جروب واتس وجروب فيس. واول ما بدات اشتغل لها الصراحه بدا بقى يلفت نظري شغل البنات مختلف، يعني يعني تقصدي عشان كان دلع. ولاد فالموضوع ما بالنسبه لك كانش يا دوبك كده، اول ما جات لك البنوته بقى قلت افنن. قلت ادلعها بقى شويه. بس فبدات اشتغل لها، وصراحه بقى يعني هي اللي جابت لي فكره ان انا اعمل جروب الواتس الاول. اشتغلنا عليه شويه وبعدين لا اقفي بس ثانيه، انت ما اشتغلت لها هي الاول بما ان هي اللي شجعتك، اكيد كان في تعليقات من الناس على الناس. الحاجات اللي هي بس انت جايبه الكلام ده منين؟ قلت لهم ده شغلي. جايباه منين الصور؟ لما كان حد يشوفها كانوا بيفتكروني مش انا اللي عاملاه، انت طبعا جايبه صور من على حاجه النت. عجبتهم لا والله يا جماعه. انا اللي عاملاه كده يعني. بداوا بقى فبدأت يسالوا. الدنيا بقى. فجروب الواتس بصراحه ده كان اول فكرتي ان انا اعمله، بحيث ان هو يبقى ملموم اصحابي واصحاب اصحابي كده يعني. فعملته واشتغلت عليه سيزون وصحابك كامل. شجعوكي بصراحه وبدأتي هما اللي قعدوا يقولوا لي. تزودي في إنتاجك وفي أفكارك. بتعملي ايه بالكروشيه غير الشال وال؟ بصي، هو الكروشيه ممكن نعمل بيه كل حاجه. انا شايفه شنطة شنطه. ما شاء الله يعني. شنط. بنعمل لكاليك طبعا بقى، هدوم الدفا الحاجات دي، سكارفات. بنعمل دلوقتي حاجات للبيت، البوكسات المدوره، بوكسات مقسمه. خلاص بتاخدي المقاس وبنعمل عليها. بنعمل عليه كله يعني. هو دلوقتي صراحه داخل في كل حاجه، انت ممكن تعملي كل حاجه في البيت هي بالكروشيه. شياكه بتدي اناقه شيك، وبعدين الالوان كمان ملفته. وبتعملي بقى فبتعمل السكارفات شغل. والشالات والحاجات دي على حسب لبسك كمان، فانت يعني ظبطي. بتظبطي. ممكن تدي حاجه من لا شيء لحاجه تانية شيك. يعني هو انت عارفه حاجات بسيطه خالص، خيط، ابره، تقعدي رايقه شويه. لا انا اقصد انك ممكن تخلي حتى الدريس او الفستان او اي حاجه لابساها ليها شكل تاني خالص إيه كمان الاساس دلوقتي نعمل له فرش. من الكروشيه. ايه يا خبر ابيض، يا طولة بالكو يا طولة بالكو. كل حاجه في ستاير، هي الاسعار ايه وردات. الاول؟ والله الاسعار، بصي هو يعني الصراحه احنا بنجيب خيط غالي. هو الصراحه. واضح على فكره الخامه نفسها شكلها حلو. ناعمه. مستورد كمان، فهو بيبقى غالي شويه. تمام. هي دي اللي بتحدد دي. التكلفه صح؟ طبعا. والكميه الخيط هياخد قد ايه؟ وبتتحدد بقى على اساس هي يعني، انا اقصد انت الموضوع بيبقى غالي على الزبون؟ والله يعني انا شخصيا بصراحه بحاول بقدر الامكان اخليني في المنطقي. جدع، انت بتكسبي زبون. يعني بكسب زبون وعارفه الحاجه تعرف غاليه. انا ليه بجرك في المواضيع دي؟ عشان الفقره اللي فاتت كنا بنتكلم في اتقان العمل، واضح ان انت عشان حبيتي حاجه وهي مش مجالها خالص، وده انا بربط الفقرات مع بعض والكلام ببعضه لكل اللي بيشوفنا ولكل شبابنا ولكل واحده حتى قاعده في البيت، لكل وقت عندك فاضي ممكن تستغله في حاجه حلوه جدا. دعاء ما شاء الله الله اكبر عليها، بيتها ما اهملتوش، عيالها حافظت عليهم، مهنتها هي مش عايز تشتغل فيها
وعندها وقت عملت بيه حاجه تانية. فبسم الله ما شاء الله عملت ليها اسم وبدات تعمل براند يعني. برافو عليكي انا والله بحييكي والله برافو عليكي. طيب احنا بما ان في ناس برضو من خصوصا البنات اللي هم لسه صغنانين بيبقوا حابين فكره الكروشيه بس مش فاهمينها، ادينا كده يعني اساسيات طالعه. انا دلوقتي عايزه امسك مثلا اجيب ايه واعمل ايه اروح فين؟ هتروحي فين لو عايزه كورس؟ طبعا في اماكن كتير قوي دلوقتي. شتتي كورسات؟ يعني لو في ديت قبل كده كورس، عملت كورس شويه بس كنا قرايبنا واصحابنا يعني يعني في البيت. في الاهل اما انت ما عملتيش لا ما كان كورس. لا ما عملتش لسه، بس ان شاء الله في الصيف المفروض ان احنا هنعمل. جدعه ان شاء الله. ما دي حاجه بدم بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه ومطلوبه. حاولي تعلمي، في ناس كتير بتبقى محتاجه تعمل الكلام ده. احنا كمان يعني بتشوف اللي هم الستات اللي محتاجين شويه يظبطوا حالهم، محتاجين مشروع من البيت. مشروع طبعا من وهي قاعده. ايوه في البيت وبتخلي من اولادها ومن وتقدر بيتها. وتقدر تجيب لها دخل كويس او معقول كويس او معقول يعني، هي لو اشتغلت باجتهاد هيبقى كويس. عارفه الاول دي الاساسيات عشان انا مبسوطه من حاجه. الاساسيات عندنا ابره فيها مقاسات طبعا. انا لا فيها بقره خيط. انت بتلاقي هنا مكتوب المقاس اللي انت بتستعمليه، بس برضو اولا واخيرا انت ايدك هتاخد على انت عارفه يعني الخيط اللي انا بجيبه مكتوب عليه مكتوب عليه مقاس الابره اللي هستخدمها صح. بالزبط. حلو قوي. بس برضو هي بتفرق من ايد لايد عشان نبقى يعني. يعني ايه بتفرق من ايد لايد؟ في حد بيشد ايده في الشغل فبيبقى محتاج ابره كبيره، هو قادر يتحكم فيها وما يتحكمش في حد يعني. لا محتاج ابره صغيره شويه عشان خيط الشغل يبقى يطلع ملموم. ايه ده كنا بنعمل بيها زمان خداديات والله بس ما كانش كده، كانت بتاع كده ونشدها بتاع كده. لا مش دي. لا لا مش دي، مش ابره الكروشيه. في ابره ثانيه ليها راسين كده. ايوه هي دي برضو نفس ال قولي معايا الخيط ده. الخيط كان قريب من خيط صح؟ ده صوف، ده خيط صوف. في قطن، في دلوقتي خيط تاني اسمه احلى حاجه طبعا الصوف. احلى حاجه الصوف في الشتوي. احنا بنتكلم انا بتكلم في الشتاء. في الشتوي. هي المشكله ان احنا عندنا دايما الكروشيه والتريكو. بتعملي كروشيه اصلا في الشتاء اكتر. ايوه هو صح الناس مش كلها. بالظبط. لا لا بالعكس بتاخديه بقى في حاجات اللي هي الاكاليك المفتوحه دي اللي هي طالعه جديده. لا وعامله بلوزات صيفي. عامله سكارف صيفي. البنوتي بقى مدلعيها يعني. لا ما شاء الله. بس هي جدع يعني عليك. احنا جدع الفكره تبتكري. الفكره عندنا احنا واخدين الكروشيه التريكو شتوي. الناس كلها يعني عسكاب مش عارفه ايه تك تك جوانتي الناس كلها مظبطه حالها على كده يعني. تمام. فاكتر حاجه بيبقى الصوف. تمام. بتستخدمي بقى ايه في الصيف لو انت عايز تعملي؟ في خيط قطن. قطان بقى. قطان عشان الحر. في اكليريك رفيع خالص يعني بيبقى ناعم قوي مش بيحرر. احلى نوع من انواع الخيوط اللي استخدمتيها وحسيتي ان هو ده ولا ده ولا ده؟ الصوف ولا بصرف النظر عن الشتاء او الصيف؟ الاريح الصوف. شيك بيطلع الحاجه مظبوطه صح؟ انا بحسها انا حاساها انا بيني وبينك انا حاساها يعني مدي منظر ومدي تقل ومدي قيمه للحاجه. الاريح الصوف طبعا ما شاء الله. واشيك كمان. القطن بتحسيه بقى بيبقى طري شويه بس حلو برضه شيك. اكتر تعليقات عجبتك من متابعينك كانت ايه؟ الماتشنج بتاع الالوان. اختارك في ذوقك يعني. في الالوان. يعني الشغل مظبوط. حد كان بيطلب الوان معينه؟ كتير على حسب الحاجه اللي هو عايزها فبيطلب منك كذا في كذا او ماتشنج او لون واحد صح؟ هو بيشوف الصوره اللي انا حطاها سواء انا عاملاها او يعني موجوده على النت وبيجيبها لي انا عايز زي ده. تمام. أوكي. او لون كذا نفس الشكل. نفس الالوان ماشي، مش نفس الالوان انا عايز لون كذا وكذا. اوكي تمام. تمام. المطلوب تاخد وقت منك قد ايه اي حاجه؟ ما هو حسب الحجم يعني. يعني حاجه زي كده بتاخد منك قد ايه؟ قولي لو ماسكاها بس مفيش حاجه تانية 10 ايام. كتير برضه والله. انا شايفاها انجاز بالنسبه لي يعني. يعني كنت متخيلها اكتر من كده. في اكتر من كده، اكبر من كده، اكتر من كده. اصعب من كده، اكتر من كده يعني. وكل ما تستخدمي كل ما طبعا التكلفه هتزيد كحاجات انت بتستخدميها. كميه خيط. وطبعا في حاجات اصعب يعني مثلا عندك شغل الوحدات اللي بتبقى صغيره دي بتبقى صعبه. ده في كمان غرز تقصدي صح؟ بتبقى صعبه فدي بالتالي بتزودي فيها شويه. طب انا عايزه اعرف الغرز ايه؟ انا شايفه في كذا غرزه هنا. في دي شكل ده شكل ده اسمها غرزه الجيراني. ان هي دي برضو في صور كمان معروضه دلوقتي. ما شاء الله انت عامله فساتين. ده صيفي اهو. ده ايه بقى خامتها ايه؟ ده اللي هو الاكريليك الخفيف. تمام. وفي كان في قبلها فستان اللي هو نصه جينز ونصه صوف. صوف صح؟ ده صوف. لا مش صوف اكريليك، ده صوف.
لا لا قبل اللي قبل الكليريك كان صوف. كان لا لا كان اكريليك وده بصيف. كمان ايه ده صوف شيتوي اهو بقى. اهو عليه البراند بتاعنا اهو. يعني ممكن نعمل طواقي صغننه كده. اه ده بيبي دي كلها حاجات. انت شايفه يعني كان عزام شيرين يقول لك هو الصوف احلى للبيبي. في صوف للبيبي. صوف للبيبي مقصود. ايوه في صوف للبيبي. طب نكمل وبعدين نتكلم في حته الصوف للبيبي. طيب انت عامله لكاليك صغننه دي بنوتك اكيد. دي بنوتي اهي ما شاء الله. دي عائشه ربنا يخليها لك. ده الجاكيت ده قطيفه اللي هو ليه كانت لابساه. انت ممكن تحطي كذا حاجه مع الخامات صح؟ اه وده ده بطانية. حاجات صغننه كده بطانيه بيبي. دي شنطه بس مش باينه قوي عندكم. اهي دي اهي عائشه. ما شاء الله جوانتي ما شاء الله. ده جوانتي ده الفلوشي اللي هو بدل بيستعملوه بدل الطرحه يعني. اللي هو تحت صح؟ عشان تمسك السكارف. تمام ما شاء الله الله اكبر عليكي والله بجد حلو. احنا كنا انت عارفه احلى حاجه كمان عجبتني في كلامك ايه؟ انك بتقولي ان انا بخفض الاسعار بحاول اخليها مناسبه عشان بصراحة. تبقى اي شوفي انت بتقوليها ايه؟ انا بحاول بصراحه. عارفه ان ده احساس جميل جدا. يعني انا حبيت ارجع لها تاني لان الاحساس ده انك بتحاولي توفري حاجه انت شايفه انك يعني ما تزعليش مني انا بعمل شغل. فاهم قصدي؟ وبياخد مني وقت بكلفه صح عشان تطلع الحاجه حلوه وانا فرحانه بحاجتي ومع ذلك هبيعها بسعر مناسب عشان انا عايز الناس كلها تلبسها. بالظبط. في فرق كبير بين الدماغ دي ودماغ تانية تعمل حاجه عشان ابيع. عشان الله ينور عليكي. لا انا ما كانش هدفي في الاول خالص البيع يعني الصراحه ما كنتش بفكر فيه بس لما بداوا اصحابي يسالوا ويطلبوا كده فبدات غرك الموضوع ده؟ جات لك فتره كده حسيتي انك عايزه تزودي؟ لا 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 خالص. بيصعب عليكي ناس؟ يعني انا ما بحبش يعني حاساها جواكي بيصعب عليكي اللي قدامك صح؟ او يعني هو كده كفايه انا مرتضيه. ايوه اللي هو الرضا. بالظبط. يعني انا بحب ادي بس شويه حاجات كده في الوسط انا ببقى حاساها من ضيوفي يعني الرضا ده سبحان الله فيه بركه. لما يبقى عندك الرضا في جوه النفس ده بيبقى كمان فيه بركه في حاجه بركه في رزق بركه في بيتك. يعني انا صعب عليا حد قدامي يعني رساله كده بنتكلم فيها في معاملاتنا لان الدين معامله. لما يصعب اللي قدامي كنت مش عايزه اتغلي عليه عشان انت بصرف انا عارفه ظروفه ومش عارفاها بس انا اكتفيت وارتضيت بهذا القدر صح؟ شوفي هي بتقولي بالظبط انا والله حسيتك. والله فربنا هيبارك لك في حاجه تانية. مش لازم تبقى الفلوس كتير بس انا ممكن اخد فلوس كتير يا سوري ما تزعليش مني اصرفها في مرض الله اكبر تضيع. او حد من عيالي يعيا صح؟ تضيع صح في حاجه اما لما اخد شويه صغيرين وانا مكتفيه ومرتضيه عشان ابسط اللي قدامي حتى لو انا كمان ببقى فرحانه قوي لما الاقي بقى حد بعت لي والله العظيم حسيتها في عينيكي عشان كده بقول لك انا حسيتها في عينيكي. انت بتبقي عايزه الناس كلها تلبس حاجه وتفرحيهم. ايوه انت عايزه الفرحه دي. بالظبط. فمجرد الفرحه دي فربنا هيبارك اللي بياخد مني الحاجه بقى ويبعت لي بعديها ان هي حلوه وجميله وميرسي وكده ببقى فرحانه بيه قوي. يا سعادتك صح. اللي ما بياخدش الحاجه وما بيبعتليش ده بقى فيش منه بقى. تعالي بقى بالمقابل حد تاني بيعمل كده عشان فلوس. هتلاقي ممكن يخسر ناس. بالظبط. وممكن كمان من دمه ولحم انت متخيل المنظر عشان خاطر فلوس او انت اديتيني او ضحكت عليا في 10 جنيه مثلا يعني كلامها حاجه بسيطه. بس انا كنت عايزه الفلوس فتلاقي خسرت ناس خسرت زباين شغل خسرت شغل. فاهمه قصدي؟ ما بتدورش على الفرحه اللي احنا بندور عليها. انا كمان بحب اشتغل يعني بحب يبقى عندي شغل يعني حتى لو انا مش مستنيه فلوس او لا انت عايزه تفضلي. انا مش مستنيه دخل. انا بشتغل علشان مبسوطه. ما ده احنا كنا بنتكلم فيه. احنا كنا بنتكلم في ان اتقانك لعملك. أيوة انك حاطه حاجه حلوه وانت عايزه تفرحي بيها. انت بتعرفه في حته جوه كده انت بتبسطيها. بالظبط. فاهم قصدي؟ انت احنا بالذات الهاند ميد بيحسسك انت بتطلعي طاقه بتطلعي فن بتطلعي عشان انت بتحبي. ايوه عشان انت بتحبي شغلتك. لا والله العظيم برافو عليكي برافو عليكي. قولي لي دايما بحب اسال ضيفي كده اكتر موقف كان محرج ايه مع الناس اللي طلبوا منك طلب بامانه بحب دايما اعرف انا الخبايا اللي جوه. مش عارفه وقفتك او حسستك ان انا مش عايزه اكمل. حد طلب مني حاجه وبعد ما خلصتها بقى وكانت مطلوبه باسمه بشكله بكله يعني بعد ما خلصتها لا اصلي مش معايا فلوس دلوقتي استني اول الشهر. زعلتي ولا عادي؟
لا قلت عادي اوكي استنى مفيش مشكله يعني حاضر استنيت. لا استني لا استني لا ميعاد النهارده مش نافع لا بكره. بس قلت بس خلاص انا اصلا مش هديها لك وخلاص يعني انا هاخدها وتمام كده مش يعني انت استنيتيها الفتره اللي هي قالت لك انا هجيب فيها الفلوس. استنيت وبعديها قعدنا نحدد مواعيد مواعيد كتير فحسيتي كتير. ان هي بتتدلع انت او خلاص بقى هي مش هتاخد الحاجه. لا خلاص مش فقلت خلاص انا قررت ان انا مش هديها لها حتى لو هي طلبتها بقى خلاص بقى اتضايقت يعني خدت موقف. عملتي ايه بالحاجه؟ لا اخدتها في الاخر اخدتها ظلمتيها؟ قعدت لا مش ظلمتها هي قعدت بقى تتصل كتير وكده معلش اصل المواعيد وبتاع بس انا كنت استنيت كتير برضو ادي الصراحه. لاخيك المسلم 70 عذرا. طيب من المواقف التانية بقى اللي خليك كانت مش لازم يكون على فكرة حد طالب منك شغل بس يعني على الأقل حسستك إن أنا مش هكمل مش هكمل مش هكمل. يعني ترددتي ولو لحظة كده في إنك تكملي الطريق الحلو اللي أنت ماشية فيه؟ احيانا بتجيلي ليه؟ احس ان انا لا زهقت مش من عايزه موقف اكمل. ولا مجرد إحساس؟ ممكن حد يعني مش معجبوش الحاجه لان الحمد لله كل الحاجات اللي انا اخدوها شكروا فيها بس احيانا يعني تحس ان هو مش مقدر الحاجه اللي هو واخدها فاهمه خد الحاجه وخلاص ما بتحبي تسمعي الكلمه الحلوه تقصدي صح؟ يعني انت لما بتعملي حاجه حلوه بتبقي مستنيه مستنيه ان انت تقولي تقدير من اللي قدامك بالظبط. مش مادي. لا مش مادي الكلمه لا الحلوه لا احس ان اللي خدها اتبسط بيها. اشوف انا بتك على حاجات انا يعني ما تزعلش مني حبايبي طبعا هم عارفين بحب دايما اتك في حاجات اللي هي المعاملات والنفس البشريه لان بنتعلم من وراها حاجات تانية. احنا ممكن نيأس للحظات كلنا بيجي لنا الجزء ده من كلمه من موقف في كل الحاجات من موقف من حد رخم من حد غار يعني اكيد بتقابلي غيره اكيد. وفي ناس ممكن تبقى في نفس مجالك وبتحاول تعكسك مش هنقول توقفك بتحاول تعكسك اكيد بتقابلي ده حصل بس في الجروب. موقفكيش. لا 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 حصل حد في الجروب كده جروب الفيس بتاعي يعتبر جديد يعني انا بقاله كام شهر كده مش كتير لان كنت شغاله واتس. كل ما انزل حاجه وحد يسالني على سعر بحط السعر فواحده بقى انا معرفهاش طبعا احنا اللي على الفيس كلهم مش بنعرف هما مجرد متابعين خلاص. بالظبط تخش بقى للناس اللي سالت لا 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 انا ممكن اعملها لك ارخص الناس كتير اللي سألت كتير. اللي هي مين؟ الناس اللي بتسال في الكومنت يعني ثواني يعني الناس بترد على الناس جوه صفحتك؟ بتاخدها بقى ده بجاح قوي. بتاخدها انبوكس بقى تروح تبعت لها انبوكس وتقول لها انا ممكن اعمل لك ارخص بتزعلك جدا يعني طب ايه. وبعدين هي بقى مشكلتها ان هي حصلت كذا حد مع قرايبي ومع اصحابي فأكيد فجم قالوا لي بيبلغوكي. فانا ما عملتلهاش اي حاجه يعني انا بس قلت لها حبيبتي لو عايزه شغل والله دخلت لها انا لو فعلا عندي على انا لو عندي شغل زياده اطلبي مني وانا هديكي ما هو لكن ان انت تخشي تقولي لها انا اعمل لك انا اولا مش واثقه في شغلك فبالتالي انا ما اعرفوش فمش هشغلك على اسم حاجاتي يعني ما ينفعش لو لا في هي بتضربك هي مش قصدها انها تشتغل ليكي او تعمل لك لا هي بتاخد ال هي لا هي بتاخد الناس من عندك بحيث انها تضرب شغلك. بالظبط تمام دي وقفتني بس شويه كمان. خدتي موقف ودي حاجه حلوه دخلت لها فيكي. دخلت وقلت لها دخلت وقلت لها انا مش يعني مش هعملك بلوك ومش هشيلك بس يعني اطلبي مني احسن يبقى احركتيها شكلها بالذوق احسن بالادب لكن انت تخشي للناس كده هم معظم اللي في الجروب قرايبي وصحابي فكده كده هعرف يعني فهعرف جبتها لها بشيكه كده عرفت. كده هعرف. انا عرفت كذا مره وبعد كده دخلت بقى قلت لها. برضو دي رساله حلوه بنقولها للناس ان ممكن نحرج اللي قدامنا بمنتهى الشياكه وبالادب مش بقله الادب لا لا ومش بالبلوكات. احنا ممكن المعامله الطيبه تكسف اللي قدامك لدرجه ان هو ممكن يعتذر لك وممكن يصاحبك فيما بعد حتى لو كان عدو لانه احرج من شياكه معاملتك صح؟ صح. بنوتك بتفرح بالحاجات اللي انت بتعمليها؟ جدا جدا بتحب يعني حتى لو مش حاجتها لو انا شايفاني بعمل حاجه تاخدها مني وتقعد تحطها عليها وتظبط حتى لو مش نفسها حاجتها هي حتى لو اعملها مش لها. حاجتها يعني عادي اي حاجه قدامها تاخدها. بتشجعك؟ عايزاكي توجهي كلمه لزوجك لان انا شفته بره وجاي من بدري من بدري وانا بحترم وقاعده من بصراحه الشغل النهارده. بحترم بصراحه كل راجل يعني بيقول لك الرجل العظيم وراء كل رجل عظيم امراه. انا بحترم كمان الرجاله اللي تقف ورا مراتها عشان تساعدها او يعني هو قصد ان هي تبقى فرحانه بصراحه ربنا يبارك لك فيه بس وجهي له انا بجد بجد يعني انا بدي له كل التحيه والتقدير بس انا عجبني وقفته معاكي فانتي تعبه معايا بصراحه. يعني في معظم الاحيان بزنقه كده وانزل انا اجيب شغل انزل انا اودي شغل كده يعني. ربنا يبارك لك فيه ربنا يعني يخليك. ده بيديكي دفعه طبعا ايوه طبعا وبيشجعك بالكلام ايوه ولا ملوش في الكلام ده؟ لا 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 بيعجب جدا بالشغل.
وبيدي اراء. يعني اي حاجه بعملها بساله ايه رايك. لا حلو جميل. يعني شاركتيه؟ هو بيشكك في شغله؟ في شغله احيانا احيانا يعني، بس ما ببقاش فاهمه الموضوع قوي بس. بس عارفه الاحساس المشاركه ده لوحده كمان بينجح العلاقه ما بين اتنين، اكيد بينجح العلاقه في التفاهم، حتى لو مش هو عارف حاجه في المواضيع، بس مجرد الكلمه الحلوه. ايوه انت بيحسسك ان انت بتعملي حاجه. حتى لو ما لقيتيش تقدير من حد تاني كفايه هو يقدرك. ايوه بالظبط. او يحس انك بتعملي حاجه ذو قيمه. ايوه صح. بعدين كل حاجه اعملها بقى للولاده اتخانق معايا لا. طيب انا عايزه منك سر كده المهنه وسر الخلطه زي ما بيقولوا. وعلمي الناس حاجه بسيطه كده. اعلم الناس حاجه بسيطه يعني؟ اصل انا بحب دايما يعني عارفه اغشش المشاهدين. يعني هو بصي انا عاجبني قوي الالوان الفظيعه دي. اتفضلي. تسلمي جزبر في حياتي. اللي انت عامله منه ده صح؟ ده احنا مبدئيا كده مش عايزه افكه بس عشان ما يتبهدلش. انا بعمل غرزه بطريقه بسيطه جدا عشان في ناس بس بتعملها معقده. انت يعني انت ما بتعقديش حاجه صح؟ تمام. اول حاجه تمام. بص احنا بعد الحلقه نتدرب. لا احنا ممكن نقعد هنا. هضطر اشيلها بقى عشان ايه. تمام. اهي الابره اهي، امسكها من على هنا. حطيها هنا. مش مشكله امسكها من هنا. تمام. مبططه اهي. اوكي. فتله اهي وفتله اهي فتله اهي. شكلي هاخد ابره وخيط واعمل اللي انت بتعمليه ده. اوكي. يا ريت اهو. تمام. واحده ورا هنا وواحده قدام. تمام. هنلفها لفه كده. الابره اهي لفه من تحت ولفه من فوق وهتسحب. دي هتعملي سلسله. السلسله دي اساس لاي حاجه احنا بنعملها غالبا، يعني اي حاجه بنعملها كده مستطيله لازم نعمل لها سلسله. طبعا السلسله بنعملها بالطول بقى اللي احنا اهي هنشتغل بيه. واحده تحت وواحده فوق. كتر خيرك بجد بجد. دي الاساس. بجد تسلمي. خدنا ولو حاجه كده بسيطه كده من سر الخلطه. تسلمي وبشكرك وبحييكي وبشجعك وهتابعك. هي يعني تنوريني. يا قلبي ده انت اللي نورتيني وشرفتيني، وانا متاكده انك بكلامنا اكيد فدنا ولو جزء بسيط من الناس، شجعنا اي حد محتاج. وربنا يكرمك في طيبه قلبك ونيتك الحلوه. ربنا يكرمك ويديكي، وان شاء الله ان شاء الله يبقى عندك حاجه حلوه كده وتعلمي الناس. عشان ممكن ابقى عندك قريبا. والله تنوري. انا في المعادي. ربنا يكرمك يا حبيبي. تسلمي لي الحاجات الحلوه اللي قدمناها النهارده لاعزائي المشاهدين. وانا اتبسطت بقعدتي معاكي بجد. انا اللي مبسوطه جدا ان انا شفتكم كلكم وعرفتكم الصراحه كلكم. تسلمي يا قلبي. ونرجع نقول لاعزائي المشاهدين حلقتنا النهارده خلصت، تخلص بسرعه بسرعه، وانا بشتاق لكم اكتر واكتر. وان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم.